السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع، كيف حالكم يا جماعة الخير؟ إن شاء الله بخير وصحة وعافية. قبل ما نسوي أي شيء وقبل ما نتكلم في أي شيء، شفتوا السيزن الجديد كيف كذا سيزن جبار؟ شفتوا السيزن الجديد كيف سيزن أسطوري؟ شفتوا كيف السيزن الجديد صار سيزن أسطوري؟ حبيت في بداية هذا السيزن إني أطلع لكم في سلسلة جديدة. السلسلة هذه اسمها بونس فيوار. بونس فيوار. بونس فيوار، احفظوها، بونس فيوار، لأن يوم من الأيام أنت بتكون مشارك، يوم من الأيام أنت بدخلك في اللعبة هذه بطلعك من أغنى الناس. شيء ثاني يا جماعة الخير، عطنا عطني موسيقى حماسية. شيء ثاني يا جماعة الخير، يعطيكم ألف مليون تريليون عافية على الدعم الأسطوري اللي قاعدين تسوونه للقناة. الله يسعدكم سعادة أبدية. شكرا على الكلام اللي يثلج الصدر، شكرا على الكلام الإيجابي. كل راح نتقسم تيمين، انا راح اكون قائد تيم ويوسف راح يكون قائد تيم، تمام؟ بما ان المقطع مقطعي ما حد يقدر يرفع صوته علي، انا اختار التيم اللي ابيه حبيبي. اوكي ابو جابر تعال. كفو يلا حبيبي. ايه نايف تعال. صح الله الله، هلا بالتيمين جرموزي. تعال حبيبي تعال. هذا تيم الف، هذا تيم باء. طيب اسمعوا يا جماعة الخير، أول شيء أنتوا التيم اللي قدامنا اللي هو تيم باء وقائدها يوسف راح يكون له أربع محاولات للبحث عننا. أنا القائد حق التيم حقي اللي هنا موجود وراي، قرموز أبو جابر نايف، تمام؟ كل واحد من تيمكم له محاولة. طيب الشيء الأهم المحاولات إن ما حد يمشي لأني بكسر رجل أبو جابر الحين، تمام؟ الشيء المهم الله يسلمكم، الشخص اللي حصلني أنا اللي لابس سكيلتون راح يربح $50 التيم كامل، تمام؟ يعني لازم احصلك اي، لازم اذا حصلتني انا راح تربح انت التيم الثاني $50. اوكي حصلت عضو من اعضائي ذول السوحات اللي قاعدين راح تاخذون الله يسلمكم $10 على كل راس، يعني شوف هذا راسه $10 $10 $10. تمام. عندك تلميحين مرتين، تمام؟ في اللعبه هذه عندك تلميحين، الجوله الاولى تبغى تستخدم التلميحين او في الجوله الثانيه تبغى تستخدم التلميحين. طبعا الجوله الثانيه ما راح اقول لكم وش موضوعها الحين، اذا انتقلنا للجوله الثانيه راح اعلمكم كل شيء يهم الجوله الثانية. جمعت مبلغ نفترض $70، لك الحرية انك تنسحب وتاخذ $70 وتقسمه على تيمك. الشيء الثاني عندك الحرية انك تكمل. كملت للجزء الثاني في شيء مرة جبار، وش هو؟ ان المبلغ اللي جمعته $70 راح ينضرب على 3 لو فزت في اللعبة اللي بعدها. اوه ماي جاد، ضرب 3؟ ضرب 3 يعني 70 ثلاث مرات. خلنا احسب 50 10 10 10، يعني 8 3. يلا يلا وجيكم هناك يا جماعة الخير لما البركان. لا لا خلنا ننزل هنا. ايوه عيال، قبل ما نروح خلوكم هنا تيمي، ها بجيكم. ها يا جماعة الخير والله قسم، ها سووا قسم، تكفون انكم ما تناظرون يا عيال، قسم بالله اني بطفر، والله العظيم اني بطفر، قسما بالله اني ما بشوف. والله حمد ماني مصدقه، طبعا حمد ماني مصدقه ويوسف ماني مصدقه، قسم بالله ما اشوف. خلاص تم الواحد يقسم، انا اللي جايبهم هنا اسامه عشان ما نشوف. خلاص يوسف في قيادتك، والله لا اشوف في الريكوردينج. سامة يا عيال اصبر، فتح شير في الديسكورد. امان فتح شير في الديسكورد. ايوه الحيوانات مبسوطين تكتير يا قرموز يا كلب. طيب يا عيال اصبر لا حد يتحرك. ها نايف اصبر اي مكان. دقيقة عيال، يلا يلا عيال نبدا. يلا واحد اثنين ثلاثة، يلا الحديد الأول، الحديد الأول يا عيال، لكم أربع محاولات. عد لي 16. ايش دخل؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. واحد محاولة يا جماعة الخير. لا دقيقة دقيقة الحين انتوا كذا كسرتوا اثنين صح؟ لا واحد لا ما كسر. انا كسرت. كسرت انت؟ ايه شفت كسر واحد. اوكي. يلا لا قاعد يكذب اتوقع. مستحيل. يا اخي كلهم مربعات عليها اي. هذا ما عليه شيء.
باقي محاولة دقيقة دي. اوكي رمضة تثبيت النار. يلا باقي محاولة. هذا شيء لا لا ما 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 يمدي ما يمدي لا لا مو هذا. اتوقع انه بالبحر. دقيقة انا بتأكد. باقي محاولة واحدة صح؟ عشان ريحة الغرموز. بدينا ها حمد. يلا طلعني يلا. دي باقي محاولة واحدة. هذا الصندوق غريب. اي حسين تعال حمد تعال يمكن هنا ريحته. تعال شم هنا. شم الصندوق هذا حمد. حمد تعال تكفى تعال ان شاء الله. يا الله يا رب. تعال حمد تعال تكفى خاطر الصندوق هذا. ديني خلصت محاولاتكم يا جماعة الخير. كان مكسبكم صديقنا اللي تاكي ورا. تعال يا شيخ. تعال يا عليكم السلام. لا 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 إيه يا أصلا ما بقى له محاولة لك. وش معهم بحق مغش. يلا عيال تعالوا ورا أنا صاحب مقطع. أبروه ذلتهم. بيوعد كسر صندوق منهم. تعالوا تيمنا تعالوا يا عيال تعالوا تكفون عيال. لا حد يغش. تكفون قعد ورا قعد. اقعد ورا تكفى يا هذا سكن. تعال هنا ورا تكفى لان قاتلهم حلو. تعال ورا حمد ايش تبي؟ تعال قرموز ترى قرموز قاعد يغش. بخصم عليك ترى قرموز. تعال قرموز. اي باب ما يمديني ادخل. ايه ما ادري والله عمي طق هاي الصندوق. ايه بس انا ايش فيك ايش قاعد تسوي؟ في صندوق مغرمز. يلا عيال بعد من واحد ثلاثة وبجيكم. ها اصبر لسه باقي حمد. يلا خلاص انا دخلت. اصبر باقي اصبر يا اخوان ما اقدر. ما تقدر؟ اي والله ما اقدر. روح ورا الجبل. طيب بس ممنوع ترى ما ينحسب. يلا ما ينحسب. يلا تعالوا. طيب يا عيال تعالوا اللي ورا. الو تعالوا. امانة سامة ما يكون في احد غش. لا وين غش. اتشمس انا بس اتشمس. طيب يا عيال دقيقة خلنا نجتمع ونتفق. تعالوا قرب قرموز. قرب ابو نايف. قرب ابو جابر. اسمعوا تثقون في امكانياتي واختياراتي. اثق ثقة تامة. شوفوا يا جماعة الخير شوفوا في وقفنا عد 16. اي دقيقة في فريق. اتحرك هذا مين؟ هذا خوينا. اوكي بس معليش لا هذا مسكين. اسف انا اذا استخدمت المحاوله حقتي الاي تروح مني ما عاد اقدر اضغط مره ثانيه. هلا بي شو اخبارك اخوي؟ تعال يا حليله. من هذا؟ وين اشوف؟ يا حليله من تحكي يا حليله. يلا وينه؟ قاعد تشوفه؟ يلا شباب انا خسر هذه. يلا منو حمد 10 دولار دقيقة. يلا راح توصل مثل الجيران. يلا 10 دولار حمد. قسم وانا ضيعت السمك. اقول لك واسطة هني ايش فيك؟ مب انا وقسم بالله مب انا غرموز والله. الصندوق شك فيه يا جماعة. عندي غلطان مربع. ثواني اعطيه التحليل. يلا قرموز خلاص انطلعت واحد خلاص خلينا ندور حنا. لا عادي نقدر يشكنا. قرموز غشاش جاني سيدة كذا صندوقي. هذا انت يوسف اللي قبل شوي. اي انا قرموز جاني سيدة صندوقي. جاني سيدة صندوقي وقف عليه كذا قال هنا في واحد. لا ترى بعلمك بعدين. عيال ابغى اطق الكرتون هذا. لا 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 لا
اصبر اصبر شفت رجل واحد هنا دقيقة رموز اكشف لي هذا بالله بالمهارة حقتك خلي يشم ريحته اوف ريحته اقلك سمك اقلك زايدة والله اوف يا حد حمد اقول لك ريحتك خلاص شص اسامة ما يصير تستعملون كلاب حق بتصيدون يا حيوان دقيقة دقيقة رموز ابو جابر نايف زفر زفر ايش رايكم نطق هذا انا بالصندوق هذا أصعب محاولة. شو هذا؟ أنت بق محاولة. لا لا علق علق علق. إيه ها راحت راحت راحت. لا لا علق علق عندي أي علق يوسف. كذبت بوكسين. أضغط أف يوسف أضغط أف والله ما بدي أضغط أف. دقيقة لا حد يطلع لا حد يطلع لا حد يطلع يوسف لا تهرب لا تهرب. أصلاً ترى المقطع والله. اتفاق اتفاق. دقيقة يوسف طيب دقيقة بس دقيقة. شوف الشاشة كيف شفت شفت هذا لا ما في ما في ما في ما في ما في ما في هذا ما يقدر يدخل صناديق تعال تعال خلاص خلاص خلصت اطلع يا حمد اطلع اطلع انت صالح انا يخرب بيته والله اني مريت الجزئية الثانية يا جماعة الخير الجزئية الثانية راح تكون كالآتي الفريق الأول عنده $50 راح تقسم على 4 الكل شخص له $12.5 يدخل فيها اللعبة هذه اللي هي دبل فيوار وش معنى دبل فيوار يا أسامة؟ راح تكون عندنا 5 مربعات المخصصة للأسلحة راح أعبيها أسلحة كثيرة راح تطرح عليه 5 محاولات المحاولة الأولى خلصها راح ينضرب 12.5 ضرب 2 المرة الثانية راح ينضرب ضرب 4 وإذا حل المسألة الثالثة راح ينضرب ضرب 6 وإذا خلص المرحلة الرابعة راح يكون ضرب 8 ولكن المرحلة الخامسة راح تكون ضرب 100 يعني إذا وصل من التخمين وكان ذكي لأبعد درجة خلص المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة $12 ضرب 100 راح تكون $1,250 تعال نشوف منو سعيد الحظ اللي في السلسلة طيب أول واحد بيخش منكم من راح يخش وراح يضحي $12 حقته أنا 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 ارجعوا كلكم يا عيال ارجعوا كلكم سامة لا تقولي خوية ما خوية تعطيني لو فز فيها النهائية والله غلط تم تم طيب يا يوسف انت تعرف المهمة هذه اللي قدامك انا عندي الحين قائمة اسلحة التحدي الاول راح يضرب في 2 يعني $12.5 ضرب 2 $25 تمام حلو اوكي انا معي الله يسلمك اسولت وشلون الاسولت طيب عادي اخذ نظرة تحت اشوف لا ما تاخذ نظرة ولا شيء وشلون الاسولت الاسولت يعني تقصد اسكار ولا مسكستين كلها اسولت واحد لا تسوي نفسك ذكي لا تفرق لا قول يلا لك 10 ثواني صوت ازرق تفضل برا الله يسعدك الاسولت هذا تعال شوف عشان ما تقول ظالم محاوله تعال جبها 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 خلاص اطلع اوكي يوسف عندنا خسر يا جماعه الخير طيب ابو جابر ها الكلام ما له داعي ينعاد على طول ابو جابر معي فرد وش لونه علي اسال اسئله ولا كيفك تبغى تستخدم يعني مساعد يعني اول واحد يعني يلا 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 قول عشانك خوي يلا قول يوسف الحين قاعد تشوف وجهه طيب واحده ما ادري ايه غشاش ما ادري ديجل صح عليك يا كلب صح عليك طيب ابو جابر $25 ليتس جو نطرح الديجل في الارض ما حبيت ترى انك غشيت لا ما غشيت طيب التحدي الثاني ابو جابر حاب تكمل ولا تنسحب اول شيء صح $25 تبي تاخذها بكمل كامل طماع يلا يمه طيب اسمع ابو جابر معي شتقن وشلونه يا رب ما يجيبها وشلونه شتقن وشلون وشو؟ ذهبي تفضل اللي برا الله يسعدك تعال لا لا اصبر تعال بس اطلع برا بس يلا طيب صالح انا معاي عدة اسلحة ومعاي عدة هيلات تمام؟ الله يخليهم لك ايه عندي هيل عطني لون الهيل اللي معاي اخضر شيت $25 صالح صاحب لوفر اخذ طيب خله معاك حاب تكمل ولا تنسحب؟ $25 ها؟ اكمل تكمل طيب يا صالح معي اسم جي وشلونه ذهبي عدد لك النفر يا عيال مو طبيعي ذا قل والله انك ما تغش والله اني مو غاش يا ساتر 12 ضرب 3 كم $45 طيب عطني خلاص بروح بس 45 تبي اي مع السلامه تكمل صالح والله يا
حرفيا يا ساتر علمهم علمهم الحركة ذا كل شوي بينسحبون يلا روح خلاص بتوصل لك اسمعي قرموز معاي هلا سؤال 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 بس أقول لك شيء قبل ما أبتدي زليت وشو زليت زليت يلا إيه طيب بسم الله معاي دامك تعاند معاي هيل وشو الهيل اللي معاي جوبر خطأ أطلع برا اطلع برا اطلع كان يقول زليت اطلع 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 تسلسل اول مره اي من اول مره تعال دقيقه اسمع ترى هالخارج سوا يعني اي جيران صح حمد وينك حمد تعال تعال فوق جاري صح اسمع حمد ورا تعال 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 هنا تعال طيب يا نايف تسمعني زين اسمعك نعم طيب نايف معي شتقن وشلون الشتقن قلت اتوقع وشو قلت شكله يخرب بيتك كم جبته الو لا مستحيل والله ده يغش في احد يغش يا عيال لا احد غششني قاعد اتوقع طيب معي هيل وشلون عاد تخسي الحين تجيبه بتكمل ولا ما تكمل صح بتكمل ولا لا 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 كمل طيب معي هيل وشلونه اتوقع اخضر اخضر عيال حط لك اخضر صح عليك أخضر. طيب صح عليك صح ضرب ثلاثة يب 12 ونص ضرب ثلاثة طيب معي سنايبر امانه ما تغش تكفى معي سنايبر وشلونه اي صدق هذا يستهبل دقيقه يا حد داخل تعال الو 12 ونص ضرب 4 يب ضرب كم لا المرحله الثالثه نسيت كم ضرب 5 المهم الاخيره ضرب 100 تمام يا ساتر يلا معي فرد وشلونه دقيقة اه انت قاعد يلا شلونه والله ما قدامي شيء بس قاعد افكر يلا شلونه هذه دقيقة يلا شلونه نايف انسحب يا نايف انسحب في بنفسجي اختار واحد كم وصل ما ينسحب ولد الخرج يا رجال كم وصل الى الاخير كم وصل يلا يا ولد وصل ضرب 5 حمد دقيقه يلا نايف بنفسجي اطلع غلط قايل لك انسحب قايل لك انسحب اطلع الى اخر واحد من اطلع من باقي عثمان وين عثمان السلام عليكم هلا ارحب يا شيخ الكويت ايش حالك الله خير طيب معي فرد شلونه ذهبي اطلع برا عثمان اطلع سم بالله طيب باقي حمد يلا ايه تعال حمد امانه ما تستخدم اي سبل الغش هذا اول شيء تمام سم بالله والله انا ولا شيء غش يعني لين نظر ولا شيء شد قم معي شلونه انسحب ابي فلوسي انا بس مجاني جيب ماضي انا ما بيلي فلوس وين تبغى تقول شلون امزح هي جاك مستحيل يبي لها واحد ما يخاف صراحه انخسرت بس نرفز اضمن لي مثل باص مجاني يرد حمد احنا مشاركين كلنا ترى فلوسك كلها لا اجرت قد سبعة خلاص حمد 12 دولار قاعد يخرب بيته الو ارسل بات الباص يلا ابشر والله يجيك ابشر ابشر والله يجيك باقي احد يا جماعه الخير خلاص الله يعطيكم الف عافيه يا جماعه الخير هذا كانت بسم الله خلاص يلا مع السلامه يا شباب